قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت على مدى يومين بنواكشوط تحت شعار محاربة الفساد وانتهت أشغالها أمس، خلصت إلى العديد من المقررات المتعلقة خصوصا بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسساتي والأمن والتجارة. كل ذلك يشكل موضوع اليوم مع ضيف المسائية. وضيف المسائية لهذا اليوم من مراكش حاوره الزميل أيمن الأحمد. أهلا بكم. اختتمت أمس في نواكشوط أشغال القمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، فضلا عن قضية الهجرة التي استجاب الاتحاد الإفريقي لمقترح مغربي بشأنها. تدارست القمة العديد من القضايا المتعلقة على الخصوص بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وكذا قضايا السلم والأمن بالقارة. لتسليط الضوء أكثر على أهمية هذه القمة والمقررات التي خرجت بها، معنا الأستاذ محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أستاذ محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. سياسيا، ما هي أهم التوصيات الصادرة عن قمة نواكشوط؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن القمة 31 للاتحاد الإفريقي رفعت شعار محاربة الرشوة والفساد بالقارة الإفريقية، خصوصا وأن هناك تقارير تشير إلى أن هذه الآفة تنخر الاقتصادات الإفريقية وتساهم كذلك في عدم نمو عدد من القطاعات. لذلك فكان على أجندة هذه القمة ملف الفساد ومحاربة الرشوة وملف الهجرة، خصوصا في ظل تحولات مواقف الأوروبية فيما يتعلق بمدى إمكانية استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وإمكانية إقامة مناطق في دول شمال إفريقيا. ثم هناك مسائل متعلقة بعدد من القضايا التي تؤثر على المناخ الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية، خصوصا قضية جنوب السودان وليبيا، ثم قضية الصحراء المغربية وإمكانية حلحلة هذا المشكل الذي عمر لسنوات طويلة. مواكبة لاستراتيجيات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتنمية واستنادا إلى البيان الختامي لقمة نواكشوط، أستاذ نشطاوي، أين وصلت مختلف البرامج والأهداف المسطرة لتنفيذ أجندة 2063؟ كان هناك على أجندة القمة الإفريقية بالخصوص مسألة مدى إمكانية انضمام دول جديدة لاتفاقية التجارة الحرة، خصوصا وأن رئيس رواندا بول كاغامي اعتبر أن توقيع 5 دول جديدة على هذه الاتفاقية والتي يرفع عدد أعضائها إلى 49 دولة يشكل أهم ما ميز قمة الاتحاد الإفريقي. لذلك فإلى جانب هذا الأمر كان لابد من الحديث عن مسائل أخرى مرتبطة بمسائل السلم والأمن الدوليين، وكذلك اللقاءات التي عقدها رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والعمل على اتخاذ وبلورة مواقف حاسمة في ظل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها قوات برخان في هذه المنطقة ومدى تأثيرها على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي. القمة شهدت نقاشا وازنا حول الهجرة، فهل أجابت قمة نواكشوط عن المساعي الأوروبية الراهنة لخلق مراكز لإيواء المهاجرين غير القانونيين الذين يتم إنقاذهم في البحر خارج تراب الاتحاد الأوروبي؟ أكيد أن مسألة الهجرة هي مسألة مؤلمة بالنسبة لدول المصدر. لذلك كان لابد من أن يكون هناك حوار شمال جنوب لحل حالة هذه الأزمة، لكن المسألة أن الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال المهاجرين ويرفض المشاكل المرتبطة بهذه الأزمة ويحاول إقامة مناطق لإيواء هؤلاء المهاجرين في دول شمال إفريقيا، دون الحديث عن إلى أي حد السياسة الدولية شمال جنوب كانت لها كذلك ثقل على مسألة الهجرة في ظل غياب الديمقراطية، في ظل انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك فدول إفريقية رفضت مسألة إقامة مناطق إيواء في الدول شمال إفريقيا والعمل على إيجاد حل في ظل حوار مشترك أوروبي إفريقي. وفي هذا السياق أستاذ نشطاوي، قمة نواكشوط أجازت اقتراح المغرب بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة تحتضن مقره المملكة، مما يدل على سماع صوت ومقاربة المغرب في تدبير هذا الملف بشمولية بعيدا عن بعده الأمني الضيق. كيف تلقت القمة المقاربة المغربية في مجال تدبير الهجرة؟ أكيد أن الاتحاد الإفريقي الذي
خص المغرب بالنظر في هذه المسألة، ورحب كثيرا بالمقترحات المغربية فيما يتعلق بالبحث عن آليات إنسانية لحل هذا المشكل، وأكيد بأن المغرب في أفق احتضانه لمؤتمر عالمي حول الهجرة وحول أبعادها الإنسانية والأخلاقية إلى جانب أبعادها القانونية وكذلك الأمنية، كان له دور كبير في هذه الرؤية والعمل على إرساء سياسة جديدة للتعامل مع هذا المشكل. المغرب أكد على الطابع الإنساني والطابع الأخلاقي لحل هذه الأزمة بعيدا عن كل نظرة أمنية وسياسية، والعمل على أن تكون هناك إرادة مشتركة بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية للبحث حول الأسباب الحقيقية لهذا المشكل. لذلك فالتصور المغربي الذي تم طرحه في هذه القمة يدل على أن هناك نضجا لفكرة التعاطي مع مسألة الإجراء والعمل على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته لتدبير هذا المشكل. الأستاذ محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا لك.